إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم منها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الشيخ الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع المسند الصحيح من أبواب الكسوف، قال: باب النداء بالصلاة. باب النداء بالصلاة جامعة في الكسوف. أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة. باب النداء ويريتانكي لو يرى دتك صلاة الكسوف مركا ليسو ييريو لو ييرو بالصلاة جامعة في الكسوف، أي في وقت الكسوف. مركي كسوف كودعا وصلاة إن لو دقدقو صلاة دينا ودقدق دتك قاركوضو حالاقا يابا إني نوريكو ببرارو جنبا مرك النداء ما إلى ذا هاي قابل لون نادي إلى ذا هاي وكدوان آدانك صلاة ذا هكذا إذا وحلو يريا الصلاة جامعة سسلو يريا مرك دتك الصلاة جامعة هاي مغلان ويفهم هيان وحلا يسو يريو إن صلاة هاي. هذا باب النداء بالصلاة جامعة، حرف جر قالي بي با مع ذلك عندنا الصلاة ولا قدي، الصلاة ولا قدي سوات أيتهاي حرف الجركو مركي حكايتهاي لا يعمل ما عمل فلي عمل كيسو لا يظهر مركي حركة ما يشتا لا قدنينك وحركة الحكاية. بالصلاة جامعة في الكسوف، نعم، ومعنى هذا هو يهي الصلاة تجمع الناس في المسجد الجامع. صلاة هذا الأسبوع يريه وصلاة ذاتك جمع الناس تذكر أنا وأسبوع إيمانيا يعني وحويا جمع عدد ومشروع. أبو سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف الزهري رضي الله تعالى عنه، أبو سلمة مقعي سوى سلاس أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف. عبد الرحمن ابن عوف أحد العشرة المبشرين بالجنة أياد لي وأنا زهري، لأنه عبد الرحمن ابن عوف زهري بوها من بني زهرة أخوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عن عبد الله بن عمر، إذن أبو سلمة هان أحد رواة الحديث بوها تابعين تحديث كآب ورسا، حدنا أحد الفقهاء بالمدينة، أحد الفقهاء
بالمدينة. فقهاء حاجر تلير ذا الفقهاء السبعة في المدينة وكل ودود تابعينها أيو ميت كم إذيهي. مرك عبد الله بن عمر بكورنا يا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال عبد الله بن عمر لما كسفت الشمس كل كي قرح مذوباتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد النبي نودي وحلو ويري دتك إن الصلاة جامعة إن الصلاة جامعة هذا إنك عمل فشي إن الصلاة جامعة الصلاة مركب وحين غنس اسمه إن جامعة وحين غنس خبر كيدي إن الصلاة جامعة إن مبتدئي خبر أسأل كيدي مبتدئي خبر يدي الصلاة جامعة مركب إن وحي كمت هاي نواسخ ذا مبتدئي خبر كقشة بي كمت مركب أسأل كيدي الصلاة جامعة سيدا نوالو ويري كرام مؤذن كان مكرفون كقب سنية الصلاة جامعة ونواقية ذات كبيرية والله يسوق إيمان. باب خطبة الإمام في الكسوف. باب خطبة الإمام إمام كخطبة دي سبو أبابي هي في الكسوف يعني وقت الكسوف إنه إمام كخطبة يعني بعد الصلاة صلاة دمرك دماته قال خطبين يودتك لوعدين ولوانين. وقالت عائشة وأسماء عائشة هي أسماء وحي وريين وهما بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم. أبو بكر الصديق لبدي سيك برودوي عائشة وحي هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أسماء وحي هي زوجة ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام. لابو الميدين ما ابتيها النبي قال يا زبير الميدين ما ابتيها هاي يعني عمة النبي بن زبير بشري رضي الله تعالى عنه. مركز اساسي كراء هايين لابد قبلوت لابد وضب النبي كوريين حديث كاسماء وانا صومري حديث كدراء وانا صومري كتاب الصلاة يا رب ضب الغصة ومري. خضب النبي صلى الله عليه وسلم لبذو ذب وحي وريين إنه النبي خطبيي يعني في الكسوف وقت الكسوف كإنه النبي قدت خطبيي. ابن شهاب حدثني عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خسفت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه فكبر فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم قال سمع الله لمن حمده فقام ولم يسجد وقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر وركع ركوعا طويلا وهو أدنى من الركوع الأول ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم سجد ثم قال في الركعة الآخرة مثل ذلك فاستكمل أربع ركعات في أربع سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصرف ثم قام فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال هما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. وكان يحدث كثير ابن عباس أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان يحدث يوم خسفت الشمس بمثل حديث عروة عن عائشة فقلت لعروة إن أخاك يوم خسفت بالمدينة لم يزد على ركعتين مثل الصبح قال أجل لأنه أخطأ السنة.
ابن شهاب حدثني عروة ابن شهاب مجعس هو محمد ابن مسلم ابن عبد الله ابن شهاب الزهري أبو بكر المدني الحافظ الفقيه القرشي لأنه بني زهرة ومن قريش أحد أئمة الأعلام عالم الحجاز والشام من أول من قام بتدوين الحديث النبوي صلوات الله وسلامه عليه عالم وأهم حدثة من رؤها علماء ووين للكاس حجازي الشام بالله بضبا تذكي غريي وحديث النبي تدوينيي وقري وألفي وكبدها وأنا واسع الحديث كثير الرواية حديث كيسو كتب الستة وآد قبوحة ابن شهاب الزهري قال وحيري حدثني عروة وهو عروة بن الزبير ابن العوام عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين أيو كورنيا عائشة وهو ريرتس وحليه نك ليرهد عروة قالت عائشة قالت يعني عائشة عائشة وحيتري خسفت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قرح ذي بام مذوباتي نوقتي نبيغا انتو نبيغ بنولا صلى الله عليه وسلم فخرج نبيغ وبحي إلى المسجد مسجدك آدي وبحي يعني ملك لما آدي نبيغ مسجدك آدي صلاة الله لم يتكى وصدى صلاة العيد وصلاة الاستسقاء إن لا آدو مصلها صحرها ساسا صومرني صلاة مركة الخصوف ميا لقى مقارو مسجد كان لآذية على طول فصف الناس وراءه دتكي النبي قداشي سا أي صفتين فكبر نعم فكبر نبي الله أكبر بوري يعني تكبيرة الإحرام فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة نبي وأخريي قراءة آد ودير يعني بعد قراءة الفاتحة فاتحة دي مركو أخريي كبعدي أي قراءة دير أي كفر فرطي وعلماء أي رهدان سيد حديث كلنا نائما دونه يعني نحو قراءة نحو سورة البقرة يعني قراءة سورة البقرة أو قراءة يعني صلاة وصلاة سرية نبي يقول لما جهرين صلى الله عليه وآله وسلم لم يجهر بها لكن مدد أوتاقنا صحابة وحيكو قياسين سورة البقرة انت اللي أخي يوكالي إنكو ساعد من وحكو قياسنا لكن صحابة يددك ورسول الله صلى الله عليه وسلم وحيكو قياس جرين قرآنك انت اللي أخي قرآنك انت اللي أخي مسافة سي انتي جرتا انتي سورة هبل لك أخرية للي سماركت يعني ذاتك قرآن كي يقاني و و يقاني ما علينا أبها يوكشي كيان أيان حصوصتا بادية اللي دقنا مركا أرور كنا ودير يهي ألكا ودير يهي يعني هو أرور دير وليبا لدحو مركتا انتو سي سعودنا قرآن كيبو وذي انتو سي سعودنا قرآن كيبو وذي سي سعود كي سي سعودي قرآن كي لما كنا بيه مرك انتو سي سعودي سي سعودي وقرآن كي لما كنا بيه مرك سمعت إذن مرك وعوه سي سعود كينا ونفس القرآن نصف القرآن سي سعود كينا ونصف القرآن ساعات لو قياسة مجرو كيلومتر لو قياسة مجرو قرآن كي قياسة جرين مرك سلف كي هورانا ساسي حايا مرك قراءة دير وكقراءة سورة البقرة أو كراءة أيو النبي أخريي صلى الله عليه وسلم ثم كبر نبي الله أكبر بوري يعني للركوع إن الركوع فركع مركاب النبي الركوعي ركوعا ركوع بالركوعي طويلا إذن آد أدير برد يسبح الله تبارك وتعالى ويثني عليه ويدعو نبي وتصبيح سنيا وإلهي ببريا وإلهي بحصيا ومارت معنا ركوع دير
oo lagu qiyaasay miqdaar ah yani ka qadri qiraa'ati 100 aaya boqol aayadood intii la akhriyo yani waqtigu saas ugu qaybsan yahay thumma qala nabigi wuxuu yiri sami'a allahu liman hamidah yani inda arrafi min arruku' markuu rukuucda kasoo kacayay ayuu nabigu yiri sami'a allahu liman hamidah faqama macnaheedu waa maxay ay qaama min arruku' ولم يسجد نبي وما سجودين وحب الله بقراءة كله يعني صلاة عادية مركي ركوع ولا قص وكعو سمع الله لمن حميدة قيام كاسي وحوها قيام الاعتدال مركز على سجود لا سما قيام كله يقراءة بالله بي النبي صلى الله عليه وسلم مركاب النبي وقراءة بالله بي وقرأ النبي وأخريي قراءة قراءة وأخريي طويلة إئاد ودير هي أيد أدنى كير من القراءة الأولى قراءة دي هوري أرغو لكو الرئيس كقابا ويكو قياسين كمقدار سورة آل عمران ويكو قياسين ثم كبر مركاب النبي يقول الله أكبر يري يعني للركوع وركع ون الركوعي ركوعا طويلا ركوع آد أدير وهو أدنى من الركوع الأول ركوع دي كهر ريسيسي كقابن ماشي ركوع دي هر 100 آية لغو قياسي تنوح لغو قياسي 80 آية سديت آية دوت ثم قال نبي وحيري ركوع دي مركو ككعي سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد مدي هر لمشيقين ربنا ولك الحمد ما ركتا سمع الله لمن حمده كلية أمبا ما يا 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 لوريي لكن ركوع ذا ضمبا نبي ركوع دري ربنا ولك الحمد ثم سجد يعني قيام كاسمرك وقيام الاعتدال ما دارين وسيدي عادي قاعد ثلاثة كلو عادي قاعد ثم سجد نبي وسجودي صلى الله عليه وسلم ثم قال وحيري في الركعة الآخرة مثل ذلك أي ثم فعل قال مرك قاركود أي قال العابرة وحنا اللوجيدا الفعل ثم قال أي فعل نبي وحو فلي وسميي في الرقعة الآخرة رقعة دي الدنبول لباد مثل ذلك أي مثل ما فعل في الرقعة الأولى وأه لبا قراءة هي لبا الركوعات سيدي يوكلو سميي لكن نعم ثم قال في الرقعة الآخرة مثل ذلك فاستكمل 4 ركعات نبيجي وحو لما يستري 4 ركعات يعني 4 ركوعات بكجيدة وجيدة في رقعتين 4 ركعات بمعنى ركوعات في 4 سجدات إلى الرقعات كستبا أول بل بس وجوده ذي لحيت صمه لبس وجوده ذي لحيت لبضان رقع عمرك هذا وحاول للزيادية لب قراء وح قراءة ذي هراء يركوع ذي هراء قراءة يركوع كلا الزيادية رقعت كستامرك وحيل هذا لب قراءة يلا بس ركوع يلا بس وجوده مرك الركوع هي سجوده سكدر أفر ركوع هي أفر سجوده ذي بين قنيسة سما ساس بين قنيسة وأنا في رقعتين نعم وانجلت قراء وين فيدنتي الشمس قراء دين وين فيدنتي أي عاد نورها نور كذبا أصول لابتي قبل أن ينصرف انت أون النبي صلى الله عليه وسلم سلاة بكبحين مرك النبي صلى الله عليه وسلم مركو دميي ثم قام نبي واستاقي محو استاقي للخطبة والوعظ إنه خطبي وعدي فأثنى على الله إلهي بو أماني بما هو أهله وحا إلهي مديهي وأمان بو ربك أماني ثم قال وحو يري هما ضميرك وحو نغنيا الشمس والقمر يعني القمران يعني مذوق أي مذوبادان آيتان ولبا آيضاد ومن آيات الله إلهي آيديه سكمدة لا يخصفاني
محمد وبادان لموت أحد قفل لمشدي ولا لحياته ينلوشي سمدنا. فإذا رأيتموهما حداد أركتان يعني قرح دي يضي حيوم مذوبادي تثنيض ولا بدودة يقوم مذوبادي حداد أركتان ففزعوا إلى الصلاة صلاة عرارة ودقدقة صلاة ودقدقة وعرارة وكان وحوها وكان وحى أرنا ياهي والزهري يعني قال الزهري وكان يحدث كثير بن عباس كثير بن عباس إسقنا وحو حديث جري أن عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان إنه أها يحدث كي حديث ذا يوم خصفت الشمس مالنتي النبي مالنتي قرعد أي مذوباتي يعني في عهد النبي إسقنا وكحديث ذا يحدث كوريي مثل حديث عروة عن عائشة حديث كان عروة أوريو عائشة وكوريو كالي أيو أسنوري يعني لبا حديث وي لبا حديث ما شاء الله يسوقك يعني حديث وحديث عبد الله بن عباس حديثنا وحديث عائشة حديث كعائشة عائشة وحكورني عروة ابن زبير حديث كعبد الله بن عباس وحاورنا يا كثير بن عباس لبذو ذا أو كثير من عباس يا عروة بن زبير لبذو ذا وحكى ورنا يا زهري مرك زهري بقى لبذو ورنا يعني زهري حديث كان وحكوري عروة عن عائشة إيوه نكلا إلى كثير من عباس عن عبد الله بن عباس حديث كنا واسكم لي أنت مرك نوفا إيدي أيوه مرك سؤال ويدي هدو زهري يا هاي أيوه حويدي عروة بن زبير قصة عضي عبد الله بن الزبير ومدينة جوجة إلى وقت موكسون عبد الله بن الزبير وخلافها ييبا جفتي وحجاز ورن بقوه هيستي السبو بل عراق أوه هيستي لول بضم بقوه هيستي مركا مركا أبو مدينة السبو جوجة أيا قرح دون مذوباتي مركا سوى الله برحك عضوض عادية كذي الله برحك عضوض وعادية وأن سيدان شكل كان يا كيفية ذا هين أيوت كذي مركا نيك اللي يراهدو زهري بقى مركا عروة ويدية أو يري هذا سيدا أهيد أو كيفية ذا لوت كذي وعائشة ولبا أي ورثي أي سؤال ويدية وحو يري قلت وحن كويري لعروة عروة وحن كويري إن أخاك يوم خسفت بالمدينة إن أخاك ولالك يؤشيدا عبد الله بن الزبير إلا عروة بن الزبير يا عبد الله بن الزبير ولا لوي إن أخاك ولالك عبد الله بن الزبير يوم خسفت بالمدينة مركي قرح دون مذوبات مدينة وجوقي لم يزد على ركعتين مثل الصبح لبرك عضاد والركعتي الصبح أو كلاء كما زياد يعني ركوعات كان يقراءات كان كلا موت كان قال وحير نكلا إلى عروة أجل ها وصح لأنه أخطأ السنة سيدي السنة دي أحيد بوقفي وقفي سببت أي تيهارة باللوغة مركان السوم مريني حديث كي أبو بكر كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى دخل المسجد فدخلنا فصلى بنا ركعتين لعل عبد الله بن الزبير أن الرواية ده كده جاي ركعتين عادية مرك ركعتين دي اللي يرادوا والله سي تفصيل وحين نقول إذا ركعتي الفجر أو كلا أما سنة الفجر أو كلا بين نقول إذا لكن سيدة السنة ذا هو سيدة ويكون أنسحي فعلا علماء غاربة له ويكون أنسحي مركتها لكن ترك الكمال والسنة سيادرت ذو عروة مركة يري لأنه أخطأ السنة سيدي السنة ذا هي بوقفي باب طيب باب كان مركة وحوءها باب خطبة الإمام في الكسوف
ماشي وكسو قاته وماشي أولي يهي مركي النبي سلادي لمي ثم قام فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال وحكذا بيو إذيل فافزعوا إلى الصلاة كلما تأخذ بدي بكمتا باب هل يقول كسفت الشمس أو خسفت طيب كلمة كسفت هي خسفت لبدودة والله استعمال كرا لبدك كلمة با اسكو معنوي قل راح هذا كسفت هي خسفت لبدا ولا دهي كرا ضيحنا ولا دهي كرا لكن غالبا سيدا علماء دنبا فوق هذا ذو استعمالان قل راح هذا وحيو استعمالان كسوف ضيحنا وحيو استعمالان خسوف ومركي لليه قل رحمة دوباد كسوف الشمس عبارة استعمالها مركي دي حمد دوباد لليه هنا خسوف بالقاء فوق هذا لكن سنة السيدة كسو أرورتي وحويا ومستوي الطرفين سواء قلت كسوف الشمس أو خسوف الشمس وكذلك القمر وسواء بسواء ساسو ليه هي باب هل يقول مؤرنيا قفك الشيقي هي كسفت الشمس ميوليه او خسفت الشمس ميوليه وحنك قرانينا مركا حديث كنو ايمانيه وقال الله تعالى وخسف القمر قرانكم هو استعمال هذا كلمه خسف يعني الله استعمالي القمر لاجل ذلك مركا ايغ لفظي قرانك راعيه اي فقهاء يرهدان ضيح حقي سوى حال استعمالها كلمة خسوف لكن حديث قوان النص هور مرتي هذا نوع إيمان دونتا حديث كان عروة بن الزبير أن عائشة وحديث كان النص هور مري زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة وزوج النبي أهيد أيا أورنتي عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وتكذي يوم خسفت الشمس ما أنت يقول راحدو أي مدوباتي هذا ما هي استعمال شيء عبارة ما هي تاي خسفت يعني الله استعمالي الشمس طيب حديث كي كهر ريان سيدو كالوها وحكسيه الريي حديث كأبو بكرة كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكسفت هل الله استعمالي كسوف إذن مركا قل راحدو كسوفنا والله استعمالي كرا خصوفنا والله استعمال كرا قرآنك وحو عبري ضيح مركي أيتهاي وخصف القمر كلمة خصف نعم مركي وحي تري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم خصفت الشمس قرح ذو مركي مدوباتي فقام النبي وإستاغي فكبر الله أكبر بويري فقرأ قراءة طويلة قراءة درب أخريي ثم ركع ركوعا طويلا ركوع آدو ديربو هدنا الركوعي ثم رفع رأسه مدح سكر قاضي فقال سمع الله لمن حمده أيويري وقام كما هو سيدو وحاب استأتاق نادي ثم قرأ قراءة مسجود يعني فقام كما هو وحكوضا لم يسجد وإنما بقي في القيام ومرتا مركز وحوق دقلي إنه قراءة الأخرية ثم قرأ قراءة طويلة وهي أدنى من القراءة الأولى قراءة دي هراء أيك قابلني نعم ثم ركع ركوعا طويلا وهي أدنى من من الركعة الأولى قراءة دي هراء فاتح هذا كدن بيسي واتي لقصه قياسي بقدر سورة البقرة على قدر سورة البقرة إيوه قراءة ضمبنا سورة آل عمران أما لبدا ركوع ظهرنا بقدر 100 آية ركوع دمنا بقدر 80 آية ثم سجد سجودا سجود بسجودي طويلا دير ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك ركعة دي كالو لبادنا سيداسو كالبو يالي لكن رقعد أنا رقعد يهرو ويكجابن طيب قراءات كده قراءات كده وكجابن ياي وهكذا سيدنا رأي من دونت أما سجود الركوع ده في كل ركعة ويسلقهين نعم ركوع ده هرق سجود ده هرق
rukuucdii horebay la mid tahay, sujuudda dambe rukuucdii dambe la qadar tahay. Marka sidaasoo kale buu yeelay, uma sallama nabigii sallallahu alayhi wasallam naqsaday salaadii buu ka baxay. Waqad injalad walxaal qad injalat ishamsu, qoraxdii ay faydantay. Fakhadaba annaasa, nabigii dadku u khudba akhriyey. Faqaala nabigu wuxuu yidhi, fii kusuufi ishamsi, waatana mar labaad, marna khusuuf baa la cabiray, marna kusuuf. Fii kusuufi ishamsi walqamar, qamarkiina waa loo isticmaalay soo maaragtid. Fii kusuufi ishamsi walqamar, innahumaa labadooduba aayataani weeye, laba aayadood. Min aayaati illaah, oo aayadaha ilaahay ka mid ah. Bal xikmadeeduna ay tahay anna allaha tabaaraka watacaala yukhawifu bihimaa cibaadahu, laba aayadood oo rabbi uu addoomihiisa ku cabsi gelinayo. Laa yaqsifaani limowti axadin walaa lixayaatihi, qof dhimashadii iyo noloshii midna uma madoobaadaan. Faidaa ra'aytumuuhumaa, haddii aad aragtaan, fafzacuu ila salaah, salaada aada oo u degdega. Nacam, marka hal yaquulu khasafat ishamsu, kasafat ishamsu aw khasafat, jawaabtii maxay noqon? Kilaahumaa jaa'is, kilaahumaa jaa'is. Sawaa'un qulta kasafat ishamsu aw qulta khasafat ishamsu faanta musiib, faanta musiib. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يخوف الله عباده بالكسوف. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم النبي قول كيسي وأها يخوف الله عباده رب تبارك وتعالى أدومه سبو كعب سجلنيا بالكسوف قل رحمة وباتك. هذه هي الحكمة، هذه هي الحكمة. نعم. وقال أبو موسى الأشعري، أبو موسى وحو أرنيا الأشعري وعبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يخوف الله عباده بالكسوف. لفظ قاس ميش النوية له أي أبو موسى الأشعري والنبي كوريي. الحسن عن أبي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكن الله يخوف بها عباده. نعم، بها. نعم. الحسن، الحسن البصري التابعي الجليل، عن أبي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان، قل رحض يدي حبا، قل رحمد وباتك يدي حمد وباتك با آيتان وي سيدة ذبا، قل رحض يدي حبا وآية من آيات الله، مخلوق لنا وضع آيات، قل رحض وآية، ضيح وآية، صمد وآية، للك وآية، ضدك وآية، مخلوق كساي وآيات ما ركت كل جن وحورت هذا كم غضون كل غضوا آيات إلهي سبحانه وتعالى لو دريش هذا. إذن الشمس والقمر آيتان وكسوفهما كذلك آية، يدنا وآيات كله آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. قف لمشدي ينلشي مدن أمم دوبادان، ولكن الله تعالى ألا يخوف بها أي بالكسوف، كسوف كاس أما آية داس بها أي بهذه الآية وهي الكسوف أي إلهي كعب سجلنا يا عباده أدومه إيسى. وفي رواية إن الله تعالى يخوف بهما عباده، يعني كسوف كوضو آية لبضا آية ضد وكسوف الشمسية كسوف القمرية أي إلهي كعب سجلنا يا أدومه إيسى. نعم. باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف. مركا أن سلادة لتكن أيوه والرب اللي بري أيوه والرب اللي عرر أيوه وهي لها إلهي لو يدي سنة يوحى كم ذا
إن إلهي عذاب لقم جنجرة، إن إلهي عذاب لقم جنجرة، هي عقوبة أما هاها تعقوبة الدنيا ده، أما هاها تعذاب القبر، أما هاها تعذاب جهنم، نعوذ بالله من ذلك كله. إن تصل إلى إلهي كم جنجلينا، إن وقفكم كم جنجرة. سخاصة مركو حالات المامية هذا باب كان أوت المامية التعوذ من عذاب القبر. باب التعوذ مجنقل ربي لما جنقله سبحانه وتعالى لقم جنقله من عذاب القبر في الكسوف أي في صلاة الكسوف صلاة أنت للوجره صلاة أنت للوجره ولا سيما مركل الركوع سيهي هي مركل السجود سيهي هي تشهد كقداشيسة مركل للدميه انتبع إلا ما لها دعاء وقال لي كرتوا هالكاس إله دعاء وقال لي كرتوا وهالكاس في الركوع وفي السجود نعم إيوه ولبا بعد التشهد تشهد كي تحية مركي لدم إيوه إن إلهي لقى ما قنقلو عذاب كيسي عرديس عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن يهودية جاءت تسألها فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر فسألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعذب الناس في قبورهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائذا بالله من ذلك. عمرة بنت عبد الرحمن عمرة بنت عبد الرحمن ابن سعد ابن زرارة الأنصارية وأنصارية نكال إرادة سعد بن زرارة نكال ولالكس أسنى لديه جري أسعد بن زرارة ووليبا ذاتك النبي صلى الله عليه وسلم بيعدي بيعة العقبة الثانية لقالي ووليبا من نقباء الأنصار كمدها أيا سعدنا لدى الشيء مركة تابعية بيهايد فقي هدأة وصاحب الرواية صاحبة الرواية وحين أهيد تلميذة عائشة عائشة علمي كحن بارتي وآد تربية سي مركة فقيهد بي أهيد عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن يهودية ناق يهودية جاءت ويتمد وعائشة أتمد تسألها يدعى عائشة وحويدي سنيسة يعني عطية إنه يحسيسه قفهم لبعتي سنة يا هيد عائشة أتمد إنه يحسيسه عائشة ويسيسي مرك أعطتها وهي ربتي بيسيسي مرك يسيسي أدعى عيسي مرك ووحي كتري أعاذك الله من عذاب القبر عذاب القبر الله كابت باديو يا أرنا يا أركا دعاء ذا يكتبي يهودي يدي لأن من أهل العلم اليهود من أهل العلم وقرنا يا وينديد ينون جحد باكجري هم من أهل العلم أعاذك الله من عذاب القبر عائشة ما إن مقل قبل ذلك إن عذاب القبر جرو مركز النبي جيبي سكتي صلى الله عليه وسلم عائشة فسألت عائشة رضي الله تعالى عنها عائشة ويديسي رضي الله تعالى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي جي ويديسي يضرب النبي جوابه قربت إن جرته سحمية وعي كتري أن يعذب الناس في قبورهم رسول الله دتك قبورته ذمية لقوا عذابا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي إلهي بوحيري عائذا بالله من ذلك أي أعوذ بالله حال كوني عائذا بالله إلهي من كما قال يبير مرك هذا الكاسم حوكة السيي إنه النبي عذاب ربي كما قال حوكة السيي إنه عذاب القبر جرو إنه عذاب القبر أي جرو إذا مرك عذاب القبر هو نبذ إلهي ما لقى ما قال
ولأجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حديث سؤال حديث البراء بن عازب أيضا لجوغو جنازة من أنصارها وصحابها أيها النبي صحابة كيري استعيذوا بالله من عذاب القبر استعيذوا بالله من عذاب القبر استعيذوا بالله من عذاب القبر مركز حديث دير ووعدية وحالده قفكم مركز نفط اللقاء قاضيه إلى قبره اللي قلنيه إلى يوم البعث والنبي كور رمي صلى الله عليه وسلم آد أحنون بذن حقيقة إله نون حريس إله نون ذنب داف إله عذاب القبر عذاب جهنم يعرض عذاب وكام مغنقلنا حديث كان مركا مسألة أبا يستيع باب التعوذ من عذاب القبر آد بي أغموقتها صدح سؤال ذوت سؤال شكواد قفان مسلم أهين أو دباتيسن أو قاتيسن مالا ساعد كراه ومالا طار كراه وأجر مالا غافل كراه جوابتها لأن عائشة أعطت اليهودية إن يسي سنة وحكت سنة يدعى ذي ذا سوما هذه واحدة حيا لي ويلد قنتاي مدينة يلد قنتاي ودرس درس حقوق بوليه حتى هدو كافر يهي حق بوليه سلف كيو حالا قوريي ما المها مناسبات كهو عيد الأضحى حولها لقلوك عليه أيو أهل كي سئيو له جري مارتي محوها إيو أدومه سئيو يعني جارنا اليهودي وحمو قيسين جارنا اليهودي وحو قيي ودرس ولو قينيا ولا سينيا أجر باكو جرا لا شك إحسان كاقا آت سمايني سنة وحاد لعكرتا إني سبب النقطين وقف كاسب إسلام إحسان كاللو قيليو وحاد لعكرتا إني سبب النقطين وإسلام ولأجل ذلك الزكاة بدتك مسلمين تا أصنافت إلهي أمك عابي إن لصي وحاكمدة المؤلفة قلوبهم كوا قلوب توضى اللصوات دميو لبابا بركوا إن قضان مؤلفة القلوب إنو كافر يهي ووحسين تا ودينك كوش علاضه إيا إنو هدى صو إسلامي إسلام كيسون أو ضعيف يهي ووحسين تا سي إسلام كوكسو قيس لبابا لبضبا إذا والله إحسان فليا سيدا درتيد وحاجوغا أنك هذا ودك أنا كنا ولا نهاي كريه إنه شو قال إنه شقيان ما لها مارتي محوها تجارة ذي إنه وضع شقيان وحاد أوجاتا إحسان فلكاغا وتسي إنسان ماله ويعني وحوي إن حريص له أد ولا دقنتيد إنه سبب إنه قنكرتين وإسلامه هذا ما لدي وقت مساعد كان نبى نوقي من مذهبه اللغو إسلامي ولا ويدي يمحى صلبها ما موحي رأن أشقيا إسلام كويش عليه سيسي لكن هذا ثقاب درن أو كأنما إنه أدون أديك كوي هي أدولت لقنت وحلق يابا إن هذا نعدد إنه نعه إسلام وحن حسوس ثا نجو أرضاء هنا وبنباس جوجنا ويل يرو مذو أهنا لا شقي جري ما حن إيه لها ما عاد كنا لدي جري ومسلم يسقو لكن وحصام مري شقاء ضد كلا أشقيه وياها سندت كان هندي جابه أد أجبضنا وضنكا أو جنع سجى إيه وح وذا هيسي أو شغاله لو شقي جرين مرك عبارة بحيي يعني لو صار كي ولا سو شقي نبي صلى الله عليه وآله وسلم وحون أمري بوير مخالفة اليهود ما ركته حق الدينك أنا قلنا وحنا لا يهيبون مخالفتهم في المعاملة معاملة ذلك بخلاف يعني واحد ماشي جارسيا نعيبا ككيني ما ركته هذا سووا مسلم وها نكسرنا لها نكسرنا لها ما ركته المخالفة اللي وصماين أنا وحنا لا يهيب مخالفة اللي ما هني مخالفة الهندي بوير مخالفة الهندي هل خلافا أنا لا يهيب سيد النبي بويري معنى هو ما حي يعني واحد وح كأركي هادو غير مسلم أهان لها قفك السيدة ضدك أن عيم الدين بك غادنا إذن مركو حويا حنقو واجب معاملة وناكسن إلا قولا معاملة ذو أو ولالتنم له أو احترام له أو أي كم موقته إن الله جعش خير كي يهنوك وأنا ضدك أنت إسلام نمدو دو ميل مجرد حقيقة ولا سيما ضدك اللقوضة وضقرانيا واجب وحاكوة
إنه كلمة أم دين قد بيو لعل الله إله سبحانه وتعالى يكون لي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر يعني. نعم هذه مسألة. والمسألة الثانية وحديثك أنكفه بينه قفك هدي ووحك ترى ولو دعية ولو عمل عليا ومن أتى إليكم بمعروف فكافئوه قفك وح معروف إذن لي ماذا وأمل قدا وحد يقول أمل قدا هدادا هين ودعية وحاتر هذا جزاك الله خيرا خير إله يكو أمل مريو أما إلهي عرضي سي عذاب كيسها كبد باديو ما ركتها إلا وحويا إنه قفك عرض إلهي عذاب كيسها كبد باديو هذا رقم واحد مركك بعد إلهي رضيه سيوجي ليبانتي وكل ليبانو إلا قفك إلهي سبحانه وتعالى أونن وعروني وكرها ليه سوما قفك إلهي رالي كي ينجنو قي مركا إنا دود عيس أيضا نهرنتي وانكفى إيدي سرينة نعم مدك علي يهودي وأهل العلم وأهل الكتاب مرمرك قاركود مسائل علمية لقسو قورية قول لي هذا إسرائيليات إسرائيليات كاس صد أيوه الدين كود ارتوي بدلين لكن وحي وضع الشيغان وقال لي موذا بدلين وحصحها كجرة وطنو كلا كم ذا تنو كلا كم ذا هذا اندلتا قلناي أعاذك الله من عذاب القبر بيتر مركز وما إن عذاب القبر يجيروه ما ركتا وطن عائشة يهودية ذا سكما قش وحنكم بيزامينا مركز الدين كي يغي شرعي غي وحي الشرعي غي وافقه وقاضنينا وحي الشرعي غي خلافه وكتغينا وح وافقتان شرعي غي وافقي أما أوديدي أين كسو أرورنا نروي ما ركتا وأمورنينا وما شو النبي يقول لي حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج لكن شرع لا قمر للسيو ممكن حقا محوها وعدك إيه وانذيني وحبضا كتران ولأجل ذلك علماء بضن وعلماء دي إسلام كوفتلف كي هراءها أي تفاسيرته تكسو أروريا روايات نعاسة ومارت إسرائيلية هذا مركا صدح ذا مسألة بحديثك وانكرده هنينا إذن مرك حديثك ولي ولا حديث أسكر ركيبا وعمرة بنت عبد الرحمن أي عائشة كورنيس ثم ركب أي قالت عائشة عائشة وحيتري ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيجي أيام مالين قاديد كي سفولي ذات غدات مركبة صبح ذو أي مركب كي سفوليو يعني ده قاديد كي مركب جري وأن فرضوا إيو حمار إيو وحلا ميدا أيو النبي قمال أن أكعي دنيه ساء فخسفت الشمس قرح ذيبا مذوباتي فرجع ضحا فرجع أي النبي صلى الله عليه وسلم ضحا وقت أن مال النماء أبو صلابتي ضحا ذو حلو جيدا وقت اشتداد الحر مركي قرح ذو أي سوكر لا توقلي كهراء ضحا برغدي أبو صلابتي فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الحجر يعني قال الكيس النبي او مساجدك كل جنا ايو النبي يريد كسو قال يو سو دخ مري اسو مساجدك سو سودا هلك ابو سو مري مساجدك يبو يمد محرابك يبو استاغي ثم قام النبي واستاغي يصلي حال او يهي كيتو كنيه وقام الناس دتكين واستاغين وراءه قلاشيسه اي صفتين فقام قياما طويلا قيام آد ودير يعني قراءة طويلة وعلى قدر سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا ركوع دير بهذا الركوعي وبقدر مئة آية ثم رفع ركوع دي بكسو كعي فقام واستاقي قياما طويلا قيام دير وهو دون القيام الأول قيام كيهوري أي كير يهي وبقدر سورة آل عمران أي لو قياسي ثم ركع ركوعا طويلا ركوع دير أي الركوعي وهو دون الركوع الأول ركوع دي هربوكا أي كهوسي وكقابيهي ركوع دي هرب مئة آية أي لغو قياسي ركوع دان دمنا ثمانين آية ثم رفع نبي وركوع دي بكسوكعي فسجد وسجودي يعني سجدتين لبس سجودود وسجود هرنا
ركوعدي هراء إلا قدرته هاي سجود دبرا ركوعدي دمبا إلا قدرته هاي ثم قام نبي جوا استاجي يعني للركعة الثانية بو استاجي فقام النبي جوا جوكسدي هدنا قياما طويلا فقام ظهرا أي قام من الركعة الأولى إلى الركعة الثانية فقام ذن دبنا وقيام كي قراءة مرك فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول قيام كي هربك أيو كسكية كهوسية يعني قيام كي رقعة دي هراء لبعض قيام كي دن بسورة آل عمران بلغو قياسي رقعة دن لبعض قيام كي ده هراء أيضا وحلقو قياسي بقدر سورة النساء نعم ثم ركع ركوعا طويلا ركوع آدو دير أي الركوعي نعم ولقو قياسي ركوع دي دم ركعة دي هراء دم بيي 80 بلقو قياسي كان مركو حلقو قياسي 70 آية وهو دون الركوع الأول نعم وهو دون الركوع الأول دون الركوع الأول والركوع دي لبعض ركوع ده صد حاد مركب وحين نقول 70 آية ثم رفع محسبة وحسبة كده ومرسينهين ثم ركع ركوعا طويلا ركوعا طويلا وبقدر 70 آية ثم رفع فقام قياما طويلا قيام طويل أبو استاقي وهو دون القيام الأول قيام كهر وكهو سيا ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول كاسو ركع دي هر وركع دي هر ركع دي اللباد ثم قام قياما طويلا قيام آدو ليربو استاقي وهو دون القيام الأول قيام كهر وكهو سيا وكيريه وكقابيه ركع دي اللباد قيام كهذا هر وحلقوا قياسي سورة النساء سورة النساء ثم قام فقام قياما طويلا قيام ككواد إرقع عدى اللباد وهو دون القيام الأول وجدا رقع دي كواد قيام كيدي وقدم بيي قراءة باكوه الرئيسي وقيام كي لبادها مركا واكوه سيايو تاو حلقو قياسي بقدر آل عمران كنو حلقو قياسي بقدر سورة النساء ثم ركع ركوعا طويلا ركوع دير بركوعي وهو دون الركوع الأول رقع دي كواد ركوع دي لباد وكوه سيا ركوع دي لبعض هذه لغو قياسي 80 آية تنوح لغو قياسي 70 آية ثم مركك بعد قام قياما طويلا وقيام كي لبعض الرقعد لبعض وهو دون القيام الأول قيام كي كهري وكهو سيا وهو لغو قياسي على قدر سورة المائدة ثم ركع ركوعا طويلا ركوع آدو لير أيها دنا الركوعي وهو دون الركوع الأول ركوع دي كهري سيوا كقابن يهي وهو حلقو قياسي بخمسين آية ثم رفع وكسوك على الركوع ذا فسجد وسجودي وانصرف سلادي بكبحي فقال وحيري النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته ما شاء الله أن يقول إنو أنت إلهي دون إنو يرهدو ثم أمرهم نبي وحو أمري أن يتعوذوا من عذاب القبر تتكوين عذاب القبر كما قنقلان ألي ماشى مركب باب كا وكجا كا كمطابقين يوها الكاس يلفتي جهرها عائدا بالله طيب دون الركوع الأول دون القيام الأول بأسكو صار نقضي عندي بقول نقول مرك فقعدي كواد أيون نبي بالله صلى الله عليه وسلم قيام كهرة وحوها قدرة سورة البقرة والركوعي ركوع داسي قدر كده وحي أهيد قدرة قراءة 100 آية مركز هذا قيام كلا استاجي قيام كاسي وحو أها قدر
سورة آل عمران ركوع دي دنبو ركوعنا وحي أهيد قدر قراءة 80 آية هل كاسي شوكتا مركا رقع داس هل كاسي كودمات رقع دا اللباد قيام كيدو وحو أها قدر سورة النساء قيام كيدو هوري ركوع دي دا كحكتا هنا وحي أهيد قدر قراءة 70 آية ركوع دي داس كبعد قيام كينا وحو أها أساقنا قدر قيام سورة المائدة قدر سورة قراءة سورة المائدة ركوع دا كدن بيسا هنا وحي أهيد قدر قراءة 50 آية ساسي كنا ما تبارك حديث كويس كسرنا ونغضي ساسي علماء دكو قياسا تقدير كودي قياس كساس بيكو قياسا ساسي بركة كنا ما تبارك يعني رقع دي بار رقع دا كلا وكا قابل نايد مارك نعم وقت قمي أنا ماذا نعم وإلى هنا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.